بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن صحراء المملكة العربية السعودية الربع الخالي. يؤكد العلماء اليوم أن منطقة الجزيرة العربية وخاصة الربع الخالي حيث تعتبر المنطقة الأكثر جفافا في العالم، كانت ذات يوم منطقة مليئة بالبروج والأنهار والمروج، وهذا الرمال تخفي تحتها أثار لمجاري الأنهار التي جفت وقاصت تحت الأرض. هذه الاكتشافات العلمية هو ما حدثنا عنها النبي الأعظم حين أكد أن جزيرة العرب سوف تعود مروجا وأنهارا كما كانت. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري. هذه الحقيقة تشهد على صدق هذا النبي الأمي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.